بعد ما نكون مشاهدينا من شاشة تيلي لوميير وبرنامج تحقيقات، وموضوعنا اليوم بين الاصطناعي والطبيعي مع دكتور غسان عواد. دكتور عواد، يعني رح شوي كمان نرجع اصطناعي وطبيعي ومع العرق كمان. يعني بعرف انه في بالعرق مثل ما ذكرنا ومثل ما خبرتنا انه في بالعرق كمان في عرق طبيعي وفي عرق اصطناعي. يعني خلينا ناخذ جدل انه اذا في العرق طبيعي ما في سموم وما في انه ما بيضر وما في ماده سامه، اذا بنقول كمان اصطناعي هيك، وقد ايه ممكن الانسان يلي بده يتناول عرق قد ايه في يتناول كميه ما يبلش ياذي جسمه، يعني ما توصل انه قد ايه بيحمل جسمه لحتى يشرب عرق من دون ما يوصل لمرحله انه خلص ياذي عم بياذي جسمه هو. نعم، يعني ما اذا فهمت سؤالي مزبوط. انا فهمت سؤالك انه عم بتصعبي لي السؤال كثير يعني. لا لا، عم نحكي عن الطبيعي والاصطناعي، وبعرف انه بس بالاسواق مش كل العرق هو طبيعي. لا، في كثير عرق اصطناعي، بس كمان في عرق اصطناعي ما في سموم، وفي صح. عرق طبيعي كمان صح. ما بيكون في سموم. يعني وقت بيكون العرق الطبيعي ما في سموم والعرق الصناعي ما في سموم، قديش بياثر على صحه الانسان؟ صح. هلا انا من ناحيه المبدا هون عم بتصعبي لنا اياها، انه نحن ضد انا شخصيا ضد العرق. هلا بس حتى ما بتشرب ولا انت تعرق ابدا؟ مبدئيا لا. هلا بس بالنسبه لجسم الانسان، يعني قديش بيقدر بده وقت ليقدر يتخلص منه؟ لان نحن مره، يعني السؤال انا بهالشكل بفهمه، لان كنا عم نشرح انه الروايه هي اللي بتعمل له اوكسيداسيون. صح. والكبد بيعمل له اوكسيداسيون، اكثر شيء كمان بيتحمل الكبد. هلا بالنسبه للرويه عم تعمل له اوكسيداسيون، وحكينا انه الحراره بالنسبه اذا كانت حراره ميكانيكيه اذا بيقدر يستفيد منها بتركيب البروتين ولا لا. بس الموضوع اللي بسؤالك اكثر شيء بدنا نجاوب عليه قد ايه الكبد بيتحمل، قد ايه هون مش الرويه، قد ايه الكبد اللي بيتحمل. يعني بدنا نصير هون نخضع لشغله، انه بدنا نشوف الانسان قد ايه وزنه. اذا انسان وزنه 100 كيلو، بدنا نيجي نقول نحن انه كل كيلو جرام بيقدر يتحمل. يعني حتى نشرح لك اياها، يعني في فورمولا لها، في نوع من معادله علميه اكيد. فاذا عم نحكي بين انه الاصطناعي والطبيعي اثنيناتهم قديش بيقدر يتحمل فيهم بالنسبه للعرق الكبد. اذا عندنا 100 كيلو، نحن انسان وزنه 100 كيلو، هلا 100 كيلو بيكون عنده كبد ضخامته معينه بالنسبه لل 100 كيلو، هذا الكبد تبع الانسان. واذا واحد 70 كيلو بيكون عنده كبد اصغر شوي من هالكبد هذا مبدئيا، يعني بالحالات العاديه. يعني هلا ال 100 كيلو هالفورمول هذا بنقول انه كل كيلو، هذا كجنرال يعني حاله عامه، كل كيلو جرام من جسم الانسان فيها تشيل 100 ملي جرام سبيرتو. 100 ملي جرام مش عارف. 100 ملي جرام سبيرتو بالساعة. يعني إذا جينا أخذنا أنينة نبيد عيارها 10 ل 12. نبيد أو ويسكي أو عرق. نبيد. هلا عم نيجي للعرق. إذا أخذنا أنينة نبيد عيارها بين 10 دوغري و 12 دوغري، بده تقريبا نهار كامل لحتى يشيلها، يعني 10-12 ساعة لحتى يشيلها. هلا بالنسبه للعرق، شرب قنيني كثير منيح، بده تقريبا بدك تقولي 24 ساعه بدك تعتبري خلص. ايه ما بده يضل يقعد يشرب كل النهار. هي بدها، يعني لانه في اشخاص تشرب قنيني وهي بفرج جلسه. ايه بس قد ايه بده حتى الكبد يرتاح؟ نحن حكينا عن الكبد كيف بيشمع، كيف بيعمل سكليروز وهيك. هلا اذا كنا عم نحكي عن العرق هون، كنا عم نحكي عن النبيد نحن. إذا عم بحكي عن العرق، عندك العرق عياره حسب شو عياره العرق. إذا العرق عياره 50 أو 48 أو 60، في يعني حسب كيف بحبوا. خلينا ناخذ معدل وسط 50، أو ناخذ الويسكي اللي مشابهة له 50. يعني في عندك 50% 50 دوغري، يعني 50% سبيرتو و 50% مي. نحن بهمنا ال 50 سبيرتو. يعني إذا بده ياخذ قنينة هيك بنعمل لها حسابها. اذا بده يشرب نص قنينه، القنينه تقريبا هن عندهم 75، يعني 750 ملي لتر او 75 سنتي لتر. يعني اذا عم بيشرب نص قنينه
النص قنيني كأنه عم بيشرب 750 سبيرتو على اثنين. هالكمية هذه نعمل القاعدة الثلاثية منقول 750 على اثنين هيدول جرام منو ملي جرام هيدول جرام. نحن في عنا اساسا انه في عنا كل كيلو عنا كل كيلو في شيل 100 ملي جرام يعني في شيل 0.1 جرام بالساعة. نعم هذا الكيلو 750 جرام نعمل 750 لان هدول الجرام نعمل 750 جرام على اثنين تحولوا هول الجرام قديش بدهم؟ قديه بدهم كم ساعة؟ بدهم اكس ساعة لحتى يحرقن بالكيلو. نعم هلا الكيلو الواحد قديه وزني انا 70 كيلو 60 كيلو 50 كيلو 100 كيلو على الوزن بضربهم لا نضربهم على الوزن حتى شوف قديه الكمية القصوى. نعم. بقدر اقول بس ما فيش يعني اقل شيء مثل يوميا اذا بده يشرب واحد مع انه نحن ضد الشرب بالنسبه لمبيد بدك اشربي مثلا يعني كاس صغير فنجان اكثر من فنجان ما بيسوى العرق اقل بكثير لان العرق خمس مرات اكثر اذا هيدا 10 هيدا 50 يعني شو بتقول على الاشخاص اللي بيشربوا كاسين بدك تشربي خمس فنجان هيك هيدا يعني. لك بلا ما اشرب اذا بدي اشرب هالقد قليل بلا ما اشرب لا نحن عم نقول بالنسبه للكبد نعم الماكسيموم تبعه لا لانه في انزيم بالكبد. نعم. هذا الكبد نحن قلنا في الانزيمات تبعه يلي اسمه الكول يلي بيشيلوا الكول بيعملوا له الاوكسيداسيون الكول ديزيدروجيناز اللي بيشيلوه. نعم. اذا صاروا ساتوري بدهم يتعرضوا غير انزيم لحتى يعملوا عملهم بصير الكبد يلتهي وبعدين ما بقعد يقدر يشيل الشحم عنه. نعم لما بده يحضر الميتيل ما بقعد يقدر يشيل الشحم عنه بيتعب بيشمع واذا شمع بيعمل نشاف ما بقعد يتغذى بالدم بيروح بيعمل نكروز بيروح. نعم غسان الاشخاص يلي مثل ما ذكرت عملنا المعادله بالنسبه للوزن الاشخاص اللي هي عندها بطبيعتها بتعمل رياضه دائما كمان بدها نفس الوقت لحتى الجسم يتخلص من هالسموم هلا يلي بيعمل رياضة إذا عم نحكي بموضوع العرق. نعم. يلي بيعمل رياضة الألكول بيعمل شحم على القلب. يعني بيتحول لشحم بجسم الإنسان وأكثر شيء بمناطق القلب بيصير فيه شحم. صح. هلا إذا كان واحد على ضايق بيعمل رياضة وعم بيشرب بصير هالشحم شوي شوي بيتكون بعدين بس يكتر الشحم بقلبه ما بيروح مع الرياضة بيضل الشحم؟ رح خبرك شو بصير بيروح على الرياضة بس ما بيروح كليا وبعدين الألكول بينزع عروق الانسان بيعمل اتيروسكليروز يعني بتصير العروق يعني بصير يعلى الضغط مثل كانه مريض سكري بس بكون مريض بالالكول اول شيء بيكون بيعمل رياضه بيكون سبورتيف وابضاي وبيركض وبيروح وبيجي بعدين بتصير تخف همته شوي 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 بعدين ما عاد يقدر يعمل شيء يعني النظريه انه كل اللي بدك اياه واشرب اللي بدك اياه وعمل رياضه بتحرق ما بيحرق شيء البده بكره بخبرك علينا هدول بالكوليسترول. نعم. الطفل الصغير من هو وصغير ببلش جسمه يرسب كوليسترول بالعروق بنسبه 1% هي طبيا معروفه. نعم. بنسبه 1% كل سنه طفل صغير يعني بيوصل بعدين لمرحله حتى لو كان اكله مظبوط وكذا بيوصل لمرحله من العمر انه بيكون مرسب بيكون ما بيجي بيقول لك هذا انسان كبير بالعمر حتى لو كان عم ياخذ اكل نظام غذائي معين صحي مبدئيا نحن علميا يعني هلا اذا عم تدرسي مثلا اذا بتسالي الحكمه هيدي شغله هلا صارت متعلقه بالحكمه اكثر منا نحن الاحصائيات طبيعيتهم بهالجامعات الطبيه بيقول لك طفل صغير معروف انه بكل سنه بجمع 1% بس بهالشكل كوليسترول بالعروق بترسب بس منا بالبابل ما بتاثر على نشاطه. نعم بس بتاثر مع الوقت بس بتاثر مع الوقت ولهالتراكمات بس تزيد هيدي من الناحيه العامه هلا. نعم. بتلاقي شوي زيت هيدا بالنسبه للرياضه عم جاوبك على السؤال هلا بالنسبه للسموم الرياضه بتوزع يعني الرياضه عم تحرق شحوم وبتحرق بتساعد انه توزع الضرر تبع الالكول انه اذا كان في تراكم شحوم عم بيدوب وعم بيصير في تجدد للخلايا وكذا بس بالنهايه عم بيضعفوا يعني جسم الانسان عم بيصير عنده مشاكل ديغا بعدين ما هو بيقدر يعمل رياضه وبالنسبه للسموم ذات الشيء السموم عم تتوزع ما زال ما هالسم يرسب بالعين او يرسب بالركبه او يرسب بالقلب هالسموم عم تتوزع لان الحركه الدمويه عم بتسرع بس بيوصل لوقت كمان بتصير
احصل الدقاء. يعني الرياضه يعني مفروض الرياضه ما بتعمل شيء، مش كل وامول الرياضه، الرياضه ما بتعمل شيء. بالرياضه بده يكون واحد اكله مزبوط، والبيئه الامبيانس الجو الهواء المي اللي عم بيشربها بيكون كل شيء مزبوط. الرياضه كثير بتفيده، بس الرياضه خطره اذا واحد اكله منه مزبوط وبيدخن او بيشرب الكول، ما بيفيد شيء. بصير يوقع الساعه 10 ما يقدر يعمل رياضه يعني. نعم. اساسا نعم. خلينا ارجع قبل ما نختم لقائنا اليوم معك غسان عن سؤال اخير. نعم. عن السكر، يمكن يعني عم نحكي عن نعم. الطبيعي والاصطناعي. السكر في شيء له مده انتهاء؟ يعني بنعرف في اشخاص في اشياء كثيره الا وقت خلص تتلف، ما عاد فينا نستعملها. هل السكر كمان من هالمواد اللي تتلف مع الوقت؟ نعم، السكر له مده صلاحيه لان الميكروبات بتاكله. في ميكروبات بتاكل البلاستيك، البسودومونس بتاكل البلاستيك. كيف بنعرف اذا عندنا سكر بيت انه ما بقى فينا نستعمله؟ بصير يعمل تغييرات باللون، بصير يلون، وبصير له ريحه. نعم. بصير يطلع روايح منه. هاي بدها حلقه مستقله يعني. وبعدين يعني بدك تلاحظي انه في تناقض بحكي وبين الاشياء اللي مستعمله، انه في المربيات بتحطي لها سكر لتصير تضاين. هيدي ce n'est pas une condition nécessaire et suffisante. نعم نعم. منا يعني منا قاعدة فينا نقول انه السكر مع بالمربى يعني في اوقات تزبط، في أو يعني في اوقات ما بتكون. نعم. كمان هيك قبل ما نختم غسان، خلينا نذكر المشاهدين انه لقائنا المقبل رح يكون عن كمان ما رح كثير نبعد عن الجو، يعني حكينا عن السكريات والتلوين، حكينا عن التلوين الاصطناعي نحن والكراميل. كان عندنا حلقه خاصه والكراميل، بدنا نرجع شوي بحلقتنا اللاحقه انه رح نرجع نحكي عن الكراميل، يعني التلوين الطبيعي. شيء طبيعي. نعم. نعم. وما بعرف اذا بتحب هيك شوي تحطنا بالجو انه الكراميل هو تلويني كمان بس طبيعي. صح، هي تلوينة طبيعية بحضروها الناس، كانوا يحضروهم ببيوتهم. يعني بيقدروا يحضروها، وصناعيا موجودة تحت رقم E150. يعني الصناعيين بيستعملوها لتلوينات صناعية، يعني بصناعة المأكولات. نعم. وستات البيوت كمان كانوا يستعملوها يعني فينا نستعمل، فينا نحن نعمل هالتلوينة بالبيت وبعدين نرجع نستعملها. ايه اكيد، لكن هذا الموضوع رح اكيد بس انه صبح له صنع بيتيا يعني. نعم، متوسع له اكثر واكثر بحلقتنا اللاحقه غسان. نعم. كمان غسان نحن مرحب فيك من جديد بلقائنا اللي عم تتجدد كل اسبوع بهالموضوع، موضوع تحقيقات. وبعرف انه في كثير اشخاص بيسالوا وفي سؤالات كثير، ان شاء الله اكون عم بقدر عن جد انه اوصلها لقلب غسان طالما نحن ما عم نكون مباشر مع على الهواء مع المشاهدين. ما بعرف اذا اوقات بيكون عندك شي سؤال ممكن انا اسالك اياه مفروض لي لانه يكون جواب للمشاهدين. عم تسالي كل شيء يعني مفروض الناس عم بيسالوها. نعم، ان شاء الله. لهون نحن نختم مشاهدينا لقائنا معكم اليوم. غسان وانا بنودعكم، الاسبوع القادم نشوفكم ان شاء الله، كلنا نكون بصحه جيده وبمحبه ربي اللي بتجمعنا. الله معكم.